السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، ما الكتب الفقه الذي تنصح بها للمبتدئين؟ كتب الفقه الفقه نعم للمبتدئين، في كتب فقه للمبتدئين كثيرة يعني، بس ما اعرفش يعني من كثرتها مش عارف اقول لك. في كتاب لطالب علم عندنا جمعه جمع طب اسمه يوسف العزازي، وفي كتاب للشيخ عادل العزازي، كتاب يوسف أيسر مجلد واحد، وفي كتاب لأم تميم اسمه الفقه الميسر، وفي كتاب للشيخ سيد سابق فقه السنة المحقق. هذه بعض الكتب المبتدئين عندنا. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياكم السلام.